السلام عليكم ورحمة الله، معكم أخوكم فراس الخليل. يا قوالي، هذا فرن شغل منزل استراحة. طبعا القرض الخبز، يصير للصواني للفطاير، راح نعمل له على اليسار دافور للغاز، وعلى اليمين دافور للغاز، ويشتغل على الفحم، سوي له مدخنة لو بده يشغل على الحطب على فحم. أنا برضو مشوى رف للخدمة، بلط بلاط حراري. طبعا الفرن هنا معزول عازل حراري ومدفون ومصبوب وميلان علشان الأمطار والعوامل الجوية. هذا مزراب حاطينه بآخر الفرن. لا تنسونا من دعواتكم يا قوالي.